دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت كفو فأمتا وما لقلبك إن قلت استفق يا إيمي أيحسب الصنب أن الحب منكتم ما بين منسجم من هو صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك أثبت الوجد خاط عبرات وظنا مثل البحر على خديك والأنان نعم سار طيف من أغوى فأرقني والحب يعتريه لذاتي بالأنان في الآباء الأذري مغزرة مني إليك ولو أصبت لم تلومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي لم دائما أبدا على حبيبك خاي للخلق كلهم مولاي صل وسلم لم دائما أبدا على حبيبك خاي للخلق كلهم سدي بمقتدر عن المشاة ولا دائب منحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم لم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم الشيب في عدلي والشيب أبعد في نسل آل التهمين فإن أمرت بالصوغ ما اتألت من جلبها بنذير الشيب والهرم سندي مددي مددي سندي أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري مولاي صلي بصار من دائما أبدا
الخلق كلهم ولا أدت من فعل الجامل كرا ويف آلم الخلق كله من مولاي
للخلق كلهم تفري الدمء من عين قد امتلا عين الماء اللهم صل وسلم وبارك عليه طال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ശ്രദ്ധിക്കുക, കെ 12 A 11 42 കെ 58 11 കെ 58 V 29 55 കെ 21 D 41 08 ആൽറ്റോ വണ്ടി KL 14 U 550 GA 03 H 92 22 KA 21 B 23 38 KA 19 B 13 41 KA 19 C 54 92 വാഹനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. إلى حضرة روح نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الذي ينعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل شفينا ومولانا محمد. اللهم أوصل بلغ مثل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما سلمنا ما سلينا وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة منا إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين ثم إلى حضرة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة صحاب البدريين والحديين والخندقين والخيبرين وتبوكين وسائر الصحابة والقرابة كل مجمعين وإلى حضرة الشيخ محي الدين بن القاضي الجيلاني قدس الله سره لذيذ وإلى حضرة أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره لذيذ وإلى حضرة الشائر الأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها وبحقهم وبشرفهم وبمددهم وبواجب كراماتهم. اللهم حصل مرادنا وقل هوائجنا وعلوننا واشف أمراضنا مرضانا يا شافي الأمراض بحق يا أولى أشرف الكرام.
المذكورين. اللهم بارك لنا مجلسنا بركة دام كما باركت لعبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك.